بعد 100 عام من اليوم، أي عام 2122، سنكون جميعا مع أقاربنا وأصدقائنا تحت الأرض. سيسكن بيوتنا أناس غرباء، ويمتلك أملاكنا أشخاص آخرون لن يتذكروا شيئا عنا. فمن يخطر على باله والد جده مثلا؟ سنكون مجرد سطر في ذاكرة بعض الناس، أسماؤنا أشكالنا سيطويها النسيان. فلماذا نطيل التفكير بنظرة الناس إلينا وبمستقبل أملاكنا وبيوتنا وأهلنا؟ كل هذا ليس له جدوى أو نفع بعد 100 عام. إن وجودنا ليس سوى ومضة في عمر الكون، ستطوى وتنقضي في طرفة عين، وسيأتي بعدنا عشرات الأجيال. كل جيل يودع الدنيا على عجل ويسلم الراية للجيل التالي قبل أن يحقق ربع أحلامه. فلنعرف إذن حجمنا الحقيقي في هذه الدنيا وزمننا الحقيقي في هذا الكون، فهو أصغر مما نتصور. هناك بعد 100 عام وسط الظلام والسكون سندرك كم كانت الدنيا تافهة، وكم كانت أحلامنا بالاستزادة منها سخيفة، وسنتمنى لو أمضينا أعمارنا كلها في عزائم الأمور وجمع الحسنات وعمل الصالحات. طالما لا زال في العمر بقية فلنعتبر ولنتغير.